بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة المحاضرة الثانية للستيل. خلصنا المحاضرة الأولانية وهنبتدي نتكلمنا في المرة اللي فاتت في المحاضرة الأولانية. دلوقتي أنا عندي قطاع، هنبتدي نشتغل بقى في قطاعات مركبة. عندي هنا أي بي 250، 250 يعني ارتفاعه 250 في 110، يعني الفلانجة عرضها 110، ما تبانش هنا طبعا. 9 في 14 زي ما عرفنا ان ده سمك الويب اللي هو ده، وده الفلانجات اللي هي الـ14 دي هنا اهو. طيب عندي هنا اي بيم، لازم ابتدي اتعلم اقرا الرسمة الاول. عندي هنا اي بيم واي بيم، الاتنين مع بعض مفصولين، وانا ببتدي امسكهم بسبلايس هنا اهو كده، اهو بليت بالظبط كده زي ما انت شايف. البليت ده سبلايس، تو سبلايس بليتس، يعني واحد يمين وواحد في الخلف او يمين وشمال، وابعادهم 280 في 190 في 8. 280 واضح طبعا، يعني 280 هنا و190 في الارتفاع. اكيد 190 في الارتفاع، ليه؟ لان الاي بيم بتاعتي كلها على بعضيها من اول هنا لغايه هنا 250، يبقى اكيد دي اقل منها طبعا، هتبقى دي 190 حوصتها في الوسط. طيب يبقى انا كده ماسك التو اي بيمز بده، وماسكهم كمان ببليت فوق زي ما انت شايف، وماسك الاي بيم بتاعتي مع عمود تحت. يبقى انا دي تعتبر وصلت، ادي عمود وادي كأن دي كاميرا بالنسبة لي من فوق. يبقى انا عندي العمود هنا ممسوك بكام انجل؟ باربعة انجل، اتنين كبار هنا اهو 120 في 80، وال 120 طبعا الكبيرة اللي تحت في 80 هنا اهو، في والناحية التانية 120 في 80 بالشكل ده الناحية التانية، والاتنين التانيين اتنين ال 65، يعني من هنا لغاية هنا ال 65 في 8 مللي سمك الايه ده. طيب عظيم جدا، يبقى انا عندي العمود بتاعي 260 في 113. طيب جميل. طيب انا النهارده عندي في كمان بليت هنا اهو، البليت بتاعي ده ابعاده كام في كام؟ 420 في 160 في 12. يبقى انا عندي هنا بليت 420 في 160 في 12. طب تعالى ناكد كده على الابعاد بتاعتنا. انا عندي هنا اهو الاي بيم بتاعي كام هنا اهو 260، وعندي انجل كمان هنا اهو 160، وعندي انجل هنا اهو كام 80، اسف عندي هنا انجل 80 و80، يبقى 160، 160 و260 يبقى 420، اللي هو ده سمك البليت بتاعي. يبقى انا عندي هنا البعد ده كام؟ البعد ده كام؟ 80، اللي هو ايه انجل دي، لان عندي من هنا لهنا 80، وبعد كده الاي بيم 260، المسافه من هنا لهنا 260، تبقى 260 و80 و80، تبقى البليت بتاعي 420. بعد كده اهو ادي العمود بتاعي، وببتدي اوزع بعد كده المسامير بتاعي بالنظام احنا اتفقنا عليه، الايدج 1.5 فاي، والبيتش من 3 ل 6، 1.5 ل 3 فاي، والبيتش من 3 من 3 ل 6 فاي زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده، الايدج والبيتش بتاعتنا. طيب نبص خطوات العمل بتاعتنا هتبقى ازاي. هبتدي ارسم العمود بتاعي بالابعاد بتاعته بسمك الاي بيم زي ما انت شفت اللي احنا قلنا 260. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ارسم الانجلز بتاعتي اللي هي دي، والانجلز اللي هو الايكوال انجلز اللي هم دول، وابتدي ارسم البليت بتاعي فوقيهم. هتلاقي ان البليت لما تجيب الايه زي ما اتفقنا ال 80 وال 260 وال 80 هجيب ال 420 دايركت. بعد كده انت رسمت البليت، تحط الاي بيم اللي فوقيه وافصل الاي بيمز، يعني انا عندي اي بيم هنا بيقف لغايه هنا، والاي بيم التاني بيقف لغايه هنا. انا عايز بقى طبعا الحم الاي بيمز دول مع بعض. طب انا مش هلحمهم، لا انا هركبهم بايه؟ بمسامير. السلايس بليت ركب لي، مسك لي الاي بيم اليمين مع الاي بيم الشمال، واحط بليت كمان فوق عشان امسك فيه كويس جدا.
ابتدي اوزع المسامير بتاعتي بالنسب اللي انت عارفها بالجامبير، وابتدي اوزع ادي مساميري هنا. طبعا هنا عندي مسمار واحد، هنا عندي مسمارين لان الايه الانجل هنا اطول. وزي ما انت شفت كده اهو وصلت للشكل النهائي اللي احنا كنا. اروح ابتدي اعمل ايه بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ابتدي اكتب بقى ايه الانفورميشنز بتاعتي. ده بليت 280 في 160 في 8، ده 2 سبلايس بليت 280 في 190 في 8، ده اي بي 250 في 110 في 9 في 14، ده 2 انجلز 120 في 80 في 10، ده بليت 420 في 160 في 12، وده 2 ال 65 في 8، وده اي بي من العمود 260 في 113 على 9 في 14. يعني انت كده عندك العمود ده ال 260 ده شايل كاميرا 250، شايل كاميرا اصغر منه، والكاميرا دي بتتقطع هنا اهو، وانا بمسكها بس 2 سبلايس بيس بالشكل ده. والعمود عشان امسكه بالكاميرا دي مضطريت ان انا اعمل ايه؟ احط بليت الاول وامسكه باربعه ايه؟ اربع انجلز، اثنين في ظهر بعض هنا واثنين دول في ظهر بعض من هنا اهو. ده بالظبط شكل الرسمه. حد نفسه بقى يتخيلها اكتر، ادي الرسمه بتاعتنا. ادي الاي بي من العمود بتاعي طالع اهو، وممسوك في الكاميرا بتاعتي، والكاميرا زي ما انت شايف بتاعتك اهو مفصوله من هنا، وانا ماسك الكاميرا بايه؟ بالسبلايس بليت اهو. وعندك هنا اهو بليت من فوق تاني، وفي بليت من تحت، وهنا عندي اربع انجلز، ادي اثنين وادي واحده هنا، وفي واحده في الظهر كمان، تبقى الاربعه انجلز دول ماسكين لي ايه؟ ماسكين لي العمود في بليت، والبليت ده ممسوك فين؟ في الاي بيم اللي فوق بتاع الكاميرا بتاعتي اللي اعتقد الليله كلها. وادي شكل رسمه ملونه اكتر، لو انت كمان عايز ان انت كمان تتخيل احسن علشان ما تبقاش الدنيا صعبه. ادي الاي بيم اهو باللون اللي هو الرمادي شويه، وادي اللون اللي هو الماجنتا شويه، ده اللي هو مدي شويه على يعني تقدر تقول على نبيتي كده شويه، اللي هو البليتس اللي ماسكه الاي بيم بتاعتي. كل البليتس بصرف النظر ممسوك من عند العمود او ممسوك من عند الكاميرا اهو، وعندي الانجلز اهي مخدره شويه اللي انا ماسك بيها الايه العمود بتاعي الاسفل، والعمود الاسفل بتاعي هو لونه كده شويه مدي على مصفر شويه. طيب هنبتدي نمسك حاجه ثانيه، نبتدي نمسك وصلة. احنا كنا بنتكلم في الوصلة ده في العمود في النص. طب انا ممكن يكون عندي عمود بالشكل ده وممسوك بكاميرا بالشكل ده. طيب ده elevation طبعا. انا ممكن اجي اقول لك استنتج لي اقطع من هنا وجيب لي الايه السكشن اللي انا هقطع بيه. ممكن ادي اقول لك ارسم elevation، ممكن اقول لك ارسم لي بلين او ارسم لي سايد فيو مثلا. طيب عظيم جدا. أنا النهاردة لو أنا هبتدي في رسمة زي كده، أول حاجة لازم أتخيلها. أنا عندي هنا بيوصف لي بيقول لي أنا عندك 2 سي 240 في 85، يبقى أنا عندي هنا 2 حرف سي. أدي واحدة وأدي واحدة. عظيم. بعد كده عندك إيه؟ 2 ال 80 في 80، يبقى أنا عندي إيه؟ هنا أهو في 2 ال. وعندك الناحية دي كده أهو، في عندك هنا 2 عندك ال 90 في 9 اهي، وعندك هنا زي 2L 80 في 8 اللي هو الانجل دي، بس الانجل دي زي ما انت شايف مش راكبه بالظبط على السي اللي احنا اتكلمنا عليها دي، بس السي دي ودي في سي ثانيه هنا. طيب مش راكبه بالظبط، يعني في ايه فاصل هنا اهو، هنا عندك L وهي راكبه على ال، يبقى انا هحط هنا واروح حاطط هنا كده زي كانك بتعمل ايه زي تخانه او بتعمل زي ايه زي فيلينج في ايه فيلينج للجزء ده، وابتدي احط الحته دي زي ما انت شايف هاتشنج بالشكل ده. طيب جميل جدا. انا بعد كده اهو عندي زي بليت هنا اهو 400 في 240، واضح طبعا ان 400 اهي، وادي ال 240 بتاعتي. طب 240 بتاعتي دي بايه؟ بسمك ايه؟ السي بتاعتي اللي هي ال 240 اللي انا بتكلم عليها اهي. 240 اهي برضه 240 240. طيب
ايه اللي ممسوك فيها؟ ممسوك فيها ادي البليت ده، ومعندي اي بيم هنا اهو. الاي بيم ده اللي انا 400 في 155، ده 400 دي طبعا اللي هو الارتفاع ده، وبرضه ارتفاع البليت اهو زي ما انت شايف البليت ده كان ايه 400 قد ارتفاع الاي بيم من اول هنا لغايه هنا. طب 400 اللي انا ممسوك ده ممسوك بايه؟ ممسوك باربع انجلز، اتنين اهم وواحده فوق وواحده تحت، دول ماسكين ايه؟ ماسكين الايه؟ الاي بيم بتاعتي ماسكينها في العمود ده، والعمود مكون من ايه؟ مش اي بيم بقى مرات، من ايه؟ تو سيز، سي هنا وسي هنا اهو. يبقى انا كده عندي ادي الشكل اللي انا متوقعه، ممسوك ادي الاي بيم ممسوك بالتو سي بدول، والتو سيز عشان امسكهم لازم يتمسكوا بايه؟ يتمسكوا بالبليت اللي انت شايفه ده. وانا عندي انا هو بعد كده في زي حرف سي مش راكب على زي ما قلت لك على السي، فمديله زي فيلينج زي كده، بعمل له كده زي اضافه فيلينج للحته اللي هي فاضيه في الحته دي. ارسم العمود الاول، ارسم السي الاولانيه ده عرضها، وادي السي الثانيه عرضها في المسافه بتاعتي اللي احنا اتفقنا عليها كده، وهرسم ايه؟ هرسم الاي بيم بتاعتي. طبعا ارسم سنتر لاين هنا اهو، وهنا سنتر لاين عشان اقدر احدد الشغل بتاعي صح 100%. بعد كده ابتدي ارسم الاي بيم بتاعي راكب على السي. بعد ازاي؟ عشان اقدر امسك التو سيز لازم احط ايه؟ احط بليت. فطبعا الجزء ده هيبقى كله ايه؟ دوتد. الحته اللي انا كنت فيها السي دي حطيت بليت هنا، اصبح الحته دي دوتد زي ما الفلانجة بتاعتي كانت دوتت من الأول طبعا. طيب هبتدي أحط أرسم الأي اللي بتاعتي اللي هي ماسكة الأي بيم بتاعتي هنا. أنا عندي اتنين، واحدة هنا واحدة في الظهر. هبتدي أحط الإيه اللي ماسكة الأي بيم بتاعتي ماسكاها مع السي ناحيتي. ال التانية بس اخد بعضي ان انا بحطها فوق ايه ال دي، واسيب المسافة دي، هبتدي اعملها هاتشنج. بعد عملت الهاتشنج بتاعي اهو وابتديت حطيت، بعد كده ابتديت حطيت ايه، رسمت بعد كده ايه، حطيت ال التانية اللي انا حاططها كده فوق. بعد كده انت رسمت البيت، حط الاي بيم اللي فوقيه وافصل الاي بيمز. يعني انا عندي اي بيم هنا بيقف لغايه هنا، والاي بيم الثاني بيقف لغايه هنا. انا عايز بقى طبعا الحم الاي بيمز دول مع بعض. طب انا مش هلحمهم، لا انا هركبهم بايه؟ بمسامير. طيب يبقى هجيب ايه؟ السلايس بليت، ركب لي امسك لي الاي بيم اليمين مع الاي بيم الشمال، واحط بليت كمان فوق عشان امسك فيه كويس جدا. يبقى انا كده وصلت. ابتدي اوزع المسامير بتاعتي بالنسب اللي انت عارفها بالجامبير، وابتدي اوزع ادي مسامير هنا. طبعا هنا عندي مسمار واحد، هنا عندي مسمارين لان الانجل هنا اطول. وزي ما انت شفت كده اهو وصلت للشكل النهائي اللي احنا كنا عايزينه. وهو نقدر نوصفها لك باكثر من شكل. ادي ايه، ادي الاي بيم بتاعتك وممسوكين ايه بالتو انجلز هنا، وادي التو انجلز من تحت، وفي التو انجلز اللي في بينهم فيلر الناحيه دي، وادي البليت اللي ماسك لي العمود بالشكل ده. طبعا انا بقى بالنسبه لي كده بقى ايه، انت كده متخيل الليله. طيب انا جيت لو جه اقول لك اديني هنا اهو
انا عايز ابص كده واديني الشكل ده، يبقى انا سهل جدا اقدر استنتج الشكل ده، ادي ايه الانجل اللي فوق، وادي الاي بيم، وادي التو انجلز اللي بالاصفر، وادي الانجل التو انجلز اللي هم دول، والفيلنج تحتيها. طيب اجي اقول لك والله اديني السايد فيو، يبقى انا بصيت في الاتجاه ده، يبقى احنا كده ايه، او اديت ايه، اديني الاليفيشن اللي انا رسمته قبل كده، ادي الاليفيشن بتاعي ده هنا هو السايد فيو. طب انا عايز اقطع من هنا واديني الايه السكشن ايه ايه ده، هروح جاي اقاطع وهروح اوصف بقى، ادي سي وادي سي وادي بليت وادي بليت، وادي الكاميرا اللي انا قاطع بيها الناحيه دي ممسوكه بتو انجلز اللي انت شايفهم اهو مقطوعين، يعني انا كاني قطعت في الحته دي، فايه كل حاجه بقطعها ببتدي اعمل ايه، اقشرها بالطريقه اللي انت عارفها. يبقى انا كده ده توصيف كامل للحاله بتاعتنا، وكده نبقى احنا خلصنا ان شاء الله محاضره النهارده. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونكمل مع بعض ان شاء الله الايه الستيل المحاضره الجايه برضو باذن الله.